رب صدفة خير من ألف ميعاد، هكذا يقول المثل. وهكذا كان التقائي بسيدة التوابل مدام بيس في الجزائر العاصمة سوق كلوزيل. من أروع النساء اللواتي قد تقابلهن في حياتك، امرأة فرضت نفسها في عالم كان ولا يزال حكرا على الرجال. يجذبك أسلوبها وتعاملها وطريقة كلامها الجميلة بابتسامة لا تفارق محياها، تعامل زبائنها كما لو أنهم أهلها، فلا تشعر أنها غريبة عنهم ولهم بغريبين عنها. تطربك بكلامها الطيب المحسول، حبيبة، طاطا، الغزالة ديالي، شابة. فمن خلال هذه الكلمات تجعلك تبني جسرا من الألفة والمودة معها ومع توابلها التي تعم أرجاء المكان برائحتها الفواحة. امرأة تتقن عملها جيدا، لها لمستها الخاصة، لها خلطاتها وأسرارها الخاصة أيضا، متفردة في عملها وشخصيتها ووجودها. لا يمكنك المرور عليها مرور الكرام، هي تسكن المكان والمكان يسكنها. لها من التوابل ألف قصة وقصة، ألف حكاية وحكاية. لسيدة التوابل عالم خاص يسحرك بجمالية ألوانه ونفحاته. تبدع سيدة التوابل في الخلطات، هو علم في حد ذاته، علمته إياها التجارب وعشقها للطبخ. فتجد توابل خاصة لطبق الشطيطح الجزائري، وتوابل خاصة بالسمك، وأخرى خاصة بالكسكسي الجزائري والحريرة والشوربة والشخشوخة والطاجين وغيرها. سيدة التوابل كما هو لقبها المهني استطاعت برقتها ورقيها وأسلوبها أن تكسب حب الزبائن ووفائهم لها. جعلتني أدعوها لزيارتي في منزلي لتكون ضيفة لي، أعتز أن أطبخ لها لتذوق أطباقي بنكهة توابلها الزكية.